يا رب، لا يكفي أن حياتنا هي عطية منك، فإنك تدعونا في قيامة ابنك أن نشاركك حياتك الخاصة، فأعطنا التواضع والبصيرة لكي نرى في ذلك طريق تحقيق أنفسنا تحقيقا تاما. إن ابنك القائم من بين الأموات لم يعد من هذه الأرض ولا من هذا الزمان، ولكنه لا يزال حاضرا بيننا بنوع سري كما في تغسيل الأرجل، سائرا بالقرب منا على جميع الطرق. فأعطي كل منا أن يعرفه كما نشأ الحب ونما في قلوب البشر. آمين. المجد للآب والابن والروح القدوس. واكتب علينا نحن ضعفاء الخطاة الرحمة والرجاء في العالمين إلى أبد الآبدين آمين. أهلنا أيها الرب الإله لندخل قدس أقداسك السامع الرفيع، وقد طهرت قلوبنا وتنقت من كل نية شريرة، فنقف أمام مذبحك المقدس بالطهر والنقاوة والقداسة، ونقرب لك بإيمان صادق ذبائح روحية الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. آمين. صلوا لأجل إخوة واحد الروح القديس وغسل أرجل تلاميذه. فاشدد يا رب أوساطنا بالنشاط وسلحنا بالطهارة، واغسل نفوسنا من دنس الخطيئة لكي نستحق أن نقتدي بانتفاعك العظيم الذي سلمته لنا بقداسة الأفكار والضمير. فنضحي تلاميذا محقين لبشارتك المقدسة المحية، وننال أجر ميراث ملكوتك السماوي، ونصعد لك المجد والشكر الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. آمين. قود محاسد نبح صواشي
راسه قدام جبلتي يديه ويغسل أرجو تلاميذه وأطال بذلك مثالا حسنا لنقتدي باتباعه. فالآن الباقية أي الإيمان والرجاء والمحبة، ولكن أعظمهن المحبة. بواسطة غسل هذه المياه
ونتنقى من كل دنس وشر ومن كل إثم ونفاق، ونجنا من كل غش ومكر وحقد وبغضاء، لنمجدك أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. Thank you.
Oh,
تناول ثيابه واتكأ أيضا وقال: هل تعلمون ما صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون، لأني أنا ذاك، فإذا كنت إذن أنا السيد والمعلم، قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أقدام بعض، لأني أعطيتكم مثالا لكي تكونوا كما صنعت أنا بكم. تصنعون أنتم أيضا سغثت قرية ليسون. يلا استغفر.